هايدي، وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم. رح نحكي فيها عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا كلياتنا. يمكن صرنا بنقضي بالساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير من الدراسات اليوم عم تطلع عن تأثير التقدم التكنولوجي على حياتنا. أكيد نيرمين، نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا، بعصر التطور والتقدم التكنولوجي اللي عم بيأثر على حياتنا وأنماط تفكيرنا بشكل كثير كبير. أي حدا فينا اليوم صار مصدر للمعلومة، وبنفس الوقت صار متلقي، وايضا يعني فينا نقول انه كل شيء بدنا اياه صار مباشر، صار صحيح. سريع اكيد، وفينا نقول انه اغلب مجالات العمل او كلها بحاجه للانترنت، بحاجه لمواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع مثل ما له ايجابيات اكيد له سلبيات، لانه الاعتماد المتزايد والاطمان على الانترنت وخصوصا من الفئه العمريه الصغيره الاطفال والمراهقين ممكن يسبب لهم كثير مشاكل ويمارسوا سلوكيات خاطئه. فنحن بنختار كيف ممكن نتحكم ونضبط هي المواقع وشو رح تكون النتيجه. نحكي اكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع. معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصي التربوية عزيزة نورسي، يسعد صباحك. صباحك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. لما نحكي عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، الكل متفق اليوم أنه صارت هاي الوسائل عم تسرق وقتنا، كلياتنا عم نقضي بالساعات على هاي المواقع، ولكن صحيح. ما فينا ننكر كمان الإيجابيات صحيح. يلي هي بتتمتع فيها هاي الوسائل اليوم. هيك بنظرة عامة وبعد هاي السنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كيف عم بتشوفي التأثير؟ عم بيكون أكثر إيجابي أم سلبي؟ هلا اي شيء بنستخدمه بطريقه صحيحه بيكون تاثيره ايجابي، اذا استخدمناه بطريقه خاطئه اكيد حيكون له تاثير سلبي. يعني ابسط مثال، نحن الطعام اذا كثرنا مثلا ممكن انه نتضرر. المال لا تسرفوا، ولا يعني كثير في شغلات نحن لازم نعرف ونحدد كيف نحن بدنا نستخدمها. ومثل ما قلتي حضرتك انه وسائل التواصل الاجتماعي ما فينا نتخلى عنها نهائيا، صارت هي يعني مترافقه مع حياتنا الاجتماعيه، مع حياتنا بكل ايامنا بكل اوقاتنا. طبعا لها سلبيات ولها ايجابيات. هلا اكيد اذا استخدمناها بشكل خاطئ في لها كثير سلبيات، تضييع الوقت، تضييع الجهد، مرض بالأعصاب، ممكن توحد، ممكن أنه نحن بنلاقي بالأسرة الوحدة أهل البيت عايشين مع بعض بس هن كل واحد ماسك موبايله وعم يتراسل مع حدا، ما عاد في تواصل بين الأسرة، ما عاد في ترابط، ما عاد في هديك الألفة، هديك المودة. بتلاقي حتى لما بدهم يعني يحكوا حديث ما عاد في حديث مشترك غير الشغلات الضرورية، الشغلات اللي كتير مهمة. صار في إدمان عند بعض الناس. هلأ الشيء الأخطر إنه نحن لما نلاقي الأم عم تعطي الموبايل لطفل صغير ويقعد عليه بالساعات، يعني صحيح. هي أخطر شيء لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هذا كتير كتير خطير، خاصة إذا هي ما كانت منتبهة طفلة شو عم يتابع، شو عم يشوف، شو البرامج اللي دخل عليها، شو الشغلات اللي عم يشوفها. طبعا هي السلبيات، وفي طبعا هي مؤذية للعيون، مؤذية للصحة، انقراص الفقرات. عدا إنه الواحد إذا دخل على مواقع سيئة بتغير له بأخلاقه بمبادئه بكل هالقصص، هي ممكن إنه تكون سلبية إذا ما عرفنا كيف نستخدمها. في عن نجي للإيجابيات، نحن بوقت صرنا عم نستخدم الموبايلات أو وسائل التواصل الاجتماعي، أول شيء نحن بهالأزمة اللي مرقنا فيها في كتير ناس هاجرت وسافرت، يعني ما بتلاقي بيت ما في حدا مثلا خارج القطر، فهي أول شيء وسيلة تواصل. ممكن نحن صرنا نشوف أهلنا اللي برا، أخواتنا، أولادنا، أجدادنا مثلا بمكان هو بعيد كتير ما فينا نوصل له أو نزورهم، بس نحن عم نشوفهم مباشر صوت وصورة. فهي أول يعني فينا نقول إنه هي شغلة إيجابية، عم نطمن عنهم، عم نشوفهم، عم قربت البعيد، يعني قربت المسافات البعيدة. تمام. نحن ممكن إذا بدنا ناخذ أي معلومة ممكن نحن نساوي دورات لغات، ممكن نتعلم لغة جديدة، ممكن نتعلم ثقافة جديدة، معلومة جديدة من خلال الموبايل، من خلال الدخول على برامج بتعلم اللغة، بتعلم الإتيكيت، بتعلم كتير شغلات. صار موجود كل شيء اليوم تماما. أي معلومة ممكن صار هو وسيلة للعمل. في كتير عالم عم تستخدم الموبايل إنه كوسيلة للعمل يعني، أو للإيراد أو شيء. كمان هو ممكن إذا استخدمناه بشكل إيجابي يعني بنقدر نحصل على كتير شغلات. هلأ في ممكن بالمدرسة بموضوع، ببحث علمي، بثقافة، بأي شيء، هدول الشغلات
ممكن نحن نعتبرهم انه هن ايجابيه. تمام. بنشوف اليوم يعني ناس كثير عندهم شخصيتين، شخصيه على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مثاليه، او على يعني الحياه العاميه بتلاقيهم يعني نحن بنكون بنعرفهم ما بيكونوا هيك. يمكن الموضوع شوي صعب على المراهقين، على الاطفال يلي لسه عم يكونوا شخصيته وما بيعرفوا اي الصوره يلي رح يطلعوا فيها. ايه خلينا نحكي اكثر، قديش ممكن تاثر اليوم مواقع التواصل الاجتماعي على رسم تصورنا لذاتنا عن تصورنا للناس وتصور الناس إلنا؟ طبعا هي مثل ما قلت انه اذا الواحد دخل، هلا بالنسبه للاطفال او بالنسبه للمراهقين ممكن يفوتوا بمتاهات عديده وبشغلات انه غير واقعيه وغير موجوده. يعني بنلاقي احيانا ممكن حدا عم يتواصل مع مفكره بنت بيطلع شب، فهي فيها خيال وفيها بعد عن الحقيقة. ممكن مثلا عالم تحط على بروفايلها صورة تكون مو صورتها الشخصية، هي كمان من السلبيات. فالواحد لازم انه يتأكد لما بده يعمل اي شيء، اي سلوك، اي تصرف، ما يدخل بعمق، يعني ما يتعمق بالموضوع، ما يتعمق ب يعني ما يعطي كل شيء مثلا عنده، ما دغري يعرف عن شخصيته عن، يعني يدخل بمجالات انه ما تكون هي موجودة بالواقع. ونحن لما نعطي الموبايل بس للأطفال، بس في مواقع فيها انتهاك للخصوصية اليوم يعني تماما. هن ممكن يفوتوا تهجير للصفحات او فيها بيسحبوا كل شيء في واحد عنده بصفحته، ممكن تنسحب، ممكن يهجروها، ممكن. فمشان هيك لازم نحن يعني المراهقين والأطفال ننتبه عليهم شو عم يتابعوا، شو عم يشوفوا، عدا الشغلات السيئة، عدا انه ممكن يدخل بشغلات سياسية هو ماله فيها، يدخل بمجموعات هو ماله فيها. لازم نحن كتير كتير نراقب الأطفال لما يكونوا عم نعطيهم موبايلهم. مو ولا انه الأم مثلا بدها تطبخ أو بدها تعمل أي شيء بعطي الطفل الموبايل ويلا، ما تنتبه مع مين عم يتواصل. في كمان رفقة السوق، يعني رفاق السوق موجودة على الموبايلات، موجودة على مواقع التواصل، ممكن يقودوا الطفل أو المراهق أو الشخص إذا ما كان هو واعي ومثقف ومنتبه، ممكن يقودوا لكثير شغلات بترجع عليه بالسوق، ترجع عليه بشغلات ما لها منيحة ولا هي مفيدة. نرجع بنقول انه نحن لازم يكون في انتباه، يكون في دقة، يكون في خصوصيتنا، ما نحن ما كثير يعني ننشر كل شيء، صور ننشر، يعني خلي يكون بشيء يعني بالمعقول مثل ما بيقول. طيب عزيزة، هيك لنكون نحن عم نوصف الواقع بشكل أدق إذا بدنا نقول، نحن عم نحكي عن تأثير سلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، بس فعليا نحن مو قادرين نترك المواقع ولا نص ساعة ولا ساعة. صحيح. فحتى يعني أغلب النصائح اليوم بتكون لوصفات النجاح، أو حتى يعني أشخاص ناجحين بالمجتمع بيقولوا أنه حاولوا يعني عملوا جهدكم أنه أنتوا تفضوا يوم أو مو يوم عفوا ساعة باليوم بلا موبايل. فنحن عم نحكي عن سيطرة صارت كاملة أو شبه كاملة على حياتنا. تمام. كيف اليوم نحن ممكن نحقق أنه عن جد نحن نقدر ساعة أو ساعتين نترك الموبايل وما نقرب عليه أو نبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنه هون نحن ما بقى نحكي عن استخدام، يعني استخدام عادي، صار استخدام فوق الحد الطبيعي. يعني نحن مثل ما قلنا مستحيل انك تقدري تبعدي عن وسائل التواصل الاجتماعي، يعني صارت مثل سوسه او مثل ادمان، يعني وبنفس الوقت غلط انه نوصل لمرحله الادمان. دائما الانسان لما يحط هدف او يحط قرار لازم ينفذه. ودائما بنقول انه الانسان هو مرايه، او الشخص مرايه لابنه، مرايه لطفله، مرايه لاهل بيته. فمشان هيك علينا انه نحن نبدا من ذاتنا، انه انا مثلا قررت اليوم انه ما بدي امسك الموبايل ورق الريب عليه مثلا هيك لوقت فراغي، لوقت مثلا للساعه كذا، بدي احاول اتحكم، احاول لو ما وصلت للساعه اللي انا حكيت عليها، بس يعني كل يوم بقرب شوي، كل يوم بقرب شوي. هلا هو ما فينا نقول انه ابدا انه نتخلى عنه او انه ما نتواصل او ما، بس شوي شوي ممكن نحن نخفف الوقت اللي عم نقعد فيه على النت، نخفف الساعات اللي عم نقعد فيها على النت، نخليه مثل ما قلت بوقت فراغنا، نخليه للضرورة، ما يصير إدمان. يعني مو والله أنا تاركة شغل بيتي وتاركة عملي وتاركة أولادي وقاعدة مثلا على الموبايل كل 3-4 ساعات سوا، أساسا هو بيعمل تشتت بالأفكار، بيعمل فقدان للذاكرة، بيعمل يعني مثل نحن كنا مثلا نحفظ أرقام تليفونات كتير، كنا جدول الضرب كذا كذا، هلأ ما عم نكلف حالنا او نشغل مخنا، بتلاقي دغري يلا اي معلومه اي شيء فتحنا هالموبايل. هذا غلط، يعني هذا الشيء غلط. مشان هيك نحن لازم بس مشان نعيد ذاكرتنا، نعيد العادات يلي كانت. هلا نحن بالاعياد او المناسبات او دائما كان العائله تروح تزور بعض، تمام؟ هلا بتلاقي بيكتفوا بمسج، برساله، بفيديو معايده،
يعني هي الشغلات والعادات تغيرت. هذا بنعتبره اكيد شيء سلبي يعني. هلا للبعيد اكيد ايجابي، للبعيد نحن ما بنقدر نوصل له اكيد هي شيء ايجابي، اما للقريب للجار تلاقي احيانا بالبيت نفسه يعني عم يتراسلوا بالموبايل، يعني ما في هداك الحديث، ما في هداك التواصل. هلا نحن عم يمرق عنا اطفال كثير حالات توحد، كنا من زمان يعني يمرق ولد بالالف صار ولد بالمئة، صار عندك تقريبا يعني ولد كل 25 طفل بتلاقي بيمرق معك طفل عنده حالة توحد. ليش؟ تجي بتسألي الأم والله تمسك ابنك الموبايل، ايه بالساعات ما شاء الله شو بيعرف يفوت على مواقع ما شاء. هي مو ذكاء يعني. والغلط الأكبر انه نحن والله الأم اذا بدها تعمل حالة انه هي بدها تكافئ طفلة او لحاعطيك الموبايل ساعة، حاعطيك الموبايل ساعتين، هذا الشيء غلط يعني، هذا الشيء كثير غلط. لا بالعكس، نحن ما لازم نعمله مكافأة وما لازم نعمله انه هو شغلة حلوة. تمام. فمثل ما قلت نحن نبدا من نفسنا، يعني فينا نحن انه نعمل اختبار لذاتنا، يعني نبلش شوي نخفف من استخدام الموبايل قدام اولادنا، بس يجي عندنا ضيف، بس نروح عند حدا نحاول ما نمسك الموبايل، نحاول انه يعني نبعده عنا، يعني نشغل بالمجموعه اللي نحن فيها بالشيء اللي نحن فيه. تمام. بما انه عم نركز يعني اليوم على الفئه العمريه الصغيره الاطفال، عندك بنشوف بعض الاطفال اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكونوا بطريقه خطا، ممكن تؤدي انه يكونوا انطوائيين بالحياه. صحيح. نفس الوقت ممكن نشوف اطفال اذكياء بيسالوا كثير، بيبحثوا عن المعلومه. صحيح. فقدمهم نحن اليوم كاهل التربيه الصحيحه، نوعيهم كيف يستخدموا هي الوسائل انه في استخدام مناسب لهم. تماما. دائما لازم يكون في مراقبه من الاهل. انا حتى لو اعطيت ابني الموبايل لازم اكون قاعده قريبه منه، لازم اكون قاعده جنبه، لازم انتبه على شو هو عم يفتح، لازم انتبه هو على شو عم يتابع، لازم انتبه مين عم يتراسل. تمام. فدائما المراقبه والتنبيه والتوجيه من قبل الاهل لازم يكون مستمر، يعني بشكل مستمر. مو انا مثل ما حكيت انه اعطيته الموبايل ساعتين وثلاثه مالي شايفه. هلا في حتى بالموبايلات العاب خطيره، يعني في لعبه مريم وقبل الحوت و كثير هاي الشغلات عم تؤدي احيانا للانتحار، عم تؤدي للطفل عم يصير عنده حالات فظيعه، بتؤدي للخوف، بتؤدي. فكثير ضروري انا لما بدي اعطي ابني علمه على المواقع اللي بده يفوت عليها، هذا الموقع لا تدخل عليه، او ممكن احذفه من الموبايل اللي انا بدي اعطيها. تمام. وبدي يكون منتبهه وبدي نبهه ووجهه، هذا الشيء غلط، هذا الشيء صح، هذا بيفيدك، هذا بيضرك. تمام. طيب ممكن نصائح هيك اخيرا نقدمها اليوم لكل الناس؟ تمام. هلا اول شيء مثل ما حكيت انه نحن ابدا ما فينا انه نتخلى عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بس خليها تكون يعني بالمعقول، ما نكون مدمنين عليها، نستخدمها بشيء مفيد، نستخدمها باوقات معينه، نخليها يعني كثير مهم انه نحن تحت الخمس سنين رجاء ما يعطوا الاهل موبايلات للاطفال، لانه بتلاقي ابن سنتين مثل ما حكيت وابن سنه ونص بحطوا له غنيه او بيعطوا له موبايل. فكثير مهم انه نحن كمان نتابع اطفالنا، نتابع اولادنا، ننتبه على الشغلات والمواقع اللي عم بفوتوا عليها. اكيد. بدنا نشكرك كثير ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها استاذه عزيزه، شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي.